اليوم جانا خبر كلش حزين. عمر وان كلنا من وراكم صار عندهم وقف بالسكر واحنا شعلينا شنو شعليكم ملتين وعايفين ملتين بالدعافيس يا معود حتى باع باع صابي بس الصديق وقت الضيق ومستحيل نعوف مروان بهاي الشدة بزيونه وخليناه بصعب اختيار لو اكل لو حلا بس العنتين استسلم امام نقطة ضعف راح يوصي وهاي الحركة الله يستر منها نزل لنا الاكل ولازم اسولف لكم عن السموكي ريزو تمن ودجاج مدخن ويا صلصتهم والطعم انتو تخيلوا وسيوفي كانت نفسيته تعبانة فنزل له بيج ليفل اكسترا وعمار ما نزل اكل اسكن هنا انا ملتزم والعنتين ما تفيد هاي النمنميات اذا ما يفرغ كل الدولكة قدامه هاي المن دقائق وتمت التصفية ها مروان استقر الوضع؟ لا والله أحمد ما مستقر الوضع يعني ترضاها أخو فيه هبوط بالسكر يا ناس سكنونو راح يعنن الإفلاس وخذنا للبابل بصفه حتى نصعد السكر افتهم يتناقشون وتعال شوفكم هذا الفنان شلون يسوي الآيس كريم بكولد ستون كل شيء جهز قدامك وكل الإضافات اللي تريدها موجودة وهاي ثلاجة السعادة اللي يخلون بيها الآيس كريم بالكيك الشغل والطعم هنا كل الصح ومريضنا يتدلل علينا وبإيدي نزلت له البيري بيري ونفسيتي من تتعب لازم أجرب الشوكولات كيك وعمار قافل على التفاحة بس فجأة انقلبت ميلك شيك أوريو وانتو سألوه على الطعم وعدهم أوريو أوفرلود بضمانتي يوم كنا بزيونة غدانا يم فرايد تشيكن وحلانا يم كولد ستون ها شباب تعال اسمع هذا شو يسولف شك شبيك شباب المرتفع ضغطه شو توكلونه شو يوكلونه هسه نقول لك شو يوكلونه شباب